وللحديث أكثر عن أوضاع الصحافة والصحفيين في الذكرى 154 لعيد الصحافة في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا يا مرحبا. أستاذ بهاء، تمر اليوم الذكرى 154 لعيد الصحافة في العراق، كيف ترى حالة الصحافة في البلاد اليوم؟ نعم، في البداية أحب أقدم تهنئة لكل الصحفيين الزملاء في العراق ولجنابكم ولقناتكم الكريمة في هذه المناسبة. إذا أردنا التحدث عن الصحافة بالعراق وخصوصا في هذه الفترة، الصحافة بالعراق أصبحت للأسف هي مهنة الموت حقيقة. يعني إذا كنت في من طرف معين فأنت مهدد بالقتل والتشريد والاعتقال وجميع الطرق متاحة للاستخدام أمامك من أجل قمع صوتك ومن أجل إسكاتك. أما إذا كنت صحفي من الطرف الثاني اللي هو تابع للأحزاب السياسية، فأنت الآن تعيش في بحبوحة من نعيم بسبب مدحك وتلميعك لهذه الأحزاب وما تقوم به. هذا حال الصحافة الآن، هي مقسومة إلى قسمين بسبب كثرة المؤسسات الإعلامية التي تمتلكها الميليشيات وأحزاب الميليشيات، وفي نفس الوقت قلة القنوات الرصينة المستقلة البعيدة عن التحزب، وبالتالي هي مضطهدة وتعيش في فترات سيئة الحقيقة، شأنها شأن كل العاملين في هذا المجال في هذه الفترة. لكن أستاذ بهاء، كما تعرفون الشعب وحرية التعبير والتطلع لمزيد من ذلك أكبر من تلك الأحزاب والميليشيات، فهل يمكن بالفعل أن تستمر هذه الحالة؟ وهذا هو المهم، يعني الحالة الموجودة كما تفضلتم في توصيفها متعارف عليها، لكن استمرارها على هذا النحو وعدم قدرة الناس على حرية الرأي والتعبير إلى متى؟ نعم، هو كان ممكن أن تكون المعركة متكافئة بين الطرفين، يعني إذا سواء بين الصحفيين أو بين الأحزاب والميليشيات، يعني ممكن أن تكون، يعني الصحفي لديه سلاح حال الميليشيات، ميليشيات عندها بنادق ونحن لدينا أقلام، لكن المشكلة أنه لا يوجد من يحافظ على حياة الصحفي، لا يوجد من يحمي الصحفي، لا يوجد من بإمكانه أن يمنع عن الصحفي الأذى إلى ما حاولت هذه الميليشيات أن تتعرض له، لأنه المعركة الآن ليست متكافئة، لأنه هنالك قضاء لا يحمي الصحفيين، هنالك دستور لا يحمي الصحفيين، وبالتالي المعركة أصبحت غير متكافئة بين الطرفين. أما موضوع حرية الرأي، فحرية الرأي في العراق بصراحة أنا أشوفها مجرد يعني مزحة طريفة، وتتكلم عن حرية الرأي في زمن أنه ممكن أن تقتل خلال دقائق من نشرك لأي موضوع أو منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن أن تقتل. إما إذا كنت تحاول كشف بعض ملفات الفساد، لا، أنت ليس فقط وحدك، حتى ممكن عائلتك وأقربائك ممكن أن يتم تصويتهم أو تهديدهم بسبب ما تنشره أنت كصحفي. الموضوع زاد عن حد لدرجة أنه وصل كثير من الأخوان الزملاء اللي رفض الانتماء للمؤسسات التابعة للأحزاب وميليشياتها، أغلبهم غادر البلاد. الآن إحنا عندنا اتحاد خارج العراق، اتحاد الصحفيين المغتربين، لأنه وصلنا إلى مرحلة بعد ما نقدر ننتمي حتى إلى نقابة الصحفيين داخل العراق. أنا الآن غير منتمي لنقابة الصحفيين، ونقابة الصحفيين وضعت شروط تعجيزية على الصحفي اللي خارج العراق، وانضمامه للنقابة أصبح مستحيل، لأنه تطلب مثلا لازم يكون يشتغل في مؤسسة عراقية، بينما العالم الآن أمام انفتاح وفضائيات ومؤسسات إعلامية كثيرة خارج العراق وممكن أن يعمل فيها الصحفي، لكن هذه واحدة من الشروط. نعم، ألافت سيد بهاء أن هذه الحكومة لا يهمها يعني تصنيف البلاد بأنها الأكثر خطورة للعمل الصحفي في العالم، ولا يهم الأحزاب والميليشيات ذلك أيضا، والاعتداء المتواصل على الصحفيين كما تفضلت، يعني مجرد أن يكتب الصحفي مقالا أو رأيا في وسائل التواصل الاجتماعي يدفع حياته ثمنا لذلك، يعني لهذا الحد وصل الأمر في انتهاكات حقوق الصحفيين والجرائم المرتكبة ضدهم؟ نعم، أنا ضربت مثل بسيط، لأنه قبل أيام قبل يومين حصل ما هو أكثر،
ما هو أكثر الزميل محمد عبد الجبار في قناة أخرى تم مفاوضة الإطار التنسيقي مع الاتحاد العفو الحزب البارتي الكردي على مجرد لإسكات صوت إعلامي، لإسكات صوت صحفي، وتم إيقاف فقرة بالموازنة إلى أن تمت موافقة الحزب الكردي على إيقاف برنامج لأحد الإعلاميين الزملاء. لهالدرجة وصلت، يعني وصلوا أنه يعطلون حتى الموازنة من أجل إسكات صوت صحفي. ممكن أنه يعني يستخدمون كثير من الأساليب. يعني القضاء الآن لا يوجد أبسط من أن يرفع دعوة قضائية ضد أي صحفي فقط لأنه الصحفي هذا قال بأنه تصير بالوزارة الفلانية. نعم. نعم. كيف تفسر ذلك؟ يعني حتى أشد المستبدين والديكتاتوريين كان يسمح في كثير من الدول في الحقيقة كان يسمح بهامش بسيط من حرية التعبير أو السماح بالانتقاد لبعض الصحفيين، لكن هؤلاء لا يحتملون حتى مجرد انتقادات بسيطة برنامج تلفزيوني أو كما تفضلتم رأي هنا أو هناك. لماذا؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ لا، هو لا يهمهم. ليش؟ لأنه أصبح العالم بأكمله داعم لهذه الحكومة. يعني بعد اللي صار ومباركة الحكومة الأمريكية لهذه الحكومة اللي تمتلك الميليشيات أو من ضمن الأحزاب اللي شكلتها أيضا هي ميليشيات، لذلك لا يوجد الآن من يستطيع أن يقف في وجه هذه الحكومة من أجل أن يحمي الصحفيين أو يطالب بحقوقهم. لذلك هم لا يهتمون الآن، يعني لا الأمم المتحدة، شاركة في تمرير حكومة السودان، لذلك لا يهمها الأرقام اللي صدرت مثلا عن منظمة مراسلون بلا حدود اللي قالت أن العراق هو الأخطر على الصحفيين، وحتى انطت أرقام لأعداد المغيبين والشهداء وحتى المطاردين من أصحاب الرأي. كل هذا لا يهمهم الآن. أهم شيء هم لديهم الآن مجموعة معينة من يسمون صحفيين الآن يقومون بتلميع صورة هذه الحكومة من خلال إطلاق لقب الإنجاز على إنجازات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، والحكومة سوت وعملت وكذا وكذا. هو هذا ما يركزون عليه لتلميع صورتهم أمام الشعب العراقي وأمام الرأي العام بصورة عامة. لكن الفئة الثانية اللي هي ضد هذا النهج واللي تحاول أن تمارس سلطتها، السلطة الرابعة، هي تحاول أن تمارس سلطتها بتشخيص مكامن الفساد وتشخيص أماكن الخلل اللي موجودة في إدارة الدولة. هذه الفئة هي المستهدفة دائما، ولا يوجد من يستطيع الدفاع عنها، لأنه للأسباب اللي ذكرت لك إياها حتى القضاء الآن أصبح من السهل أن ترفع دعوة ضد أي صحفي فقط لأنه قال بأن الوزارة الفلانية مقصرة في عملها. وحصلت مع كثير من الزملاء، يعني أحدهم انتقد مثلا بعض التصرفات مثلا السياق العسكري للمؤسسة الأمنية، ورفعت عليه دعاوى قضائية باعتبار أنه يتهجم على المؤسسة العسكرية، بينما هو كل ما هنالك هو مجرد ذكر أنه أكو بعض الأشياء الخطأ اللي يسووها بعض الضباط، لكن تمت مطاردته قانونيا. هل يرد القضاء ذلك أم يتعامل معه بإيجابية سيد بها؟ لأن هناك نص في المادة 38 من الدستور الحالي تنص على حرية التعبير وكفالتها وصيانتها. لا، شوف أستاذ العزيز، الدستور العراقي معطل من عنده تقريبا 84%، 16% فقط ما يتم تطبيقه من الدستور، وهي الفقرات اللي تضمن لهذه الأحزاب والميليشيات السلطة والمال والسلاح. أما باقي الفقرات اللي تخص حرية التعبير، اللي تخص حقوق المواطن بصورة عامة، اللي تخص يعني إمكانيات الدولة اللي يجب أن توفر للمواطن، أو تقسيم الموارد، أو حقوق الناس، هذا يعني لا يطبق منها أي شيء نهائيا. الدستور تقريبا 16 مادة، يعني 16% فقط من مواد الدستور هي التي يتم تطبيقها واللي تضمن لهم بقاهم في السلطة. أما باقي المواد وحرية التعبير وغيرها، هذه كلها مجرد كلام مكتوب على ورق لا يتم تطبيقه إطلاقا. لأنه لو تم تطبيق هذا القانون، إحنا عندنا قوانين لو تم تطبيقها موجودة فعلا بالدستور، لو تم تطبيقها مستحيل أن تصل هذه الأحزاب الآن إلى السلطة وتصبح دفة الحكم بيديها، لأنه هنالك قانون مثلا
التقارن للأحزاب لا يجيز مثلا للأحزاب التي لديها ميليشيات مسلحة أن تشارك بالانتخابات، لكن الآن هي موجودة داخل الحكومة وهي اللي شكلت الحكومة من خلال تحالف الإطار التنسيقي، لذلك هي قوانين معطلة، حتى حرية الرأي هو قانون معطل. أشكرك جزيلا الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل، شكرا لك.